ابغى اسال سؤال واحد يجاوب عليه الجميع. عبد الله فريدي، وين لقيت نفسك بعد 84 يوم؟ دخلت بشيء؟ طلعت بشيء؟ عبد الله فريدي نفس ما هو؟ اكتشفت موهبه جديده فيك؟ وين عبد الله فريدي في 84 يوم او بعد 84؟ والله دخلت انا منشد او فنان يعني، هذا بالتصفيات. سالني اذكر ابو سلطان قال وش راح تقدم يعني، وش عندك مواهب ثانيه؟ قلت له انا ان شاء الله ان اي شيء تحتاجني القناه فيها او اي شيء او اي فرصه او مجال يجيني بالقناه راح ابدع فيه. والحمد لله اتيحت فرصه لي بالتقديم، وحصلت على ثناء من ابو سلطان ومن ابو عبد الله ومن اغلب الشباب هنا الموجودين في البرنامج، فكان دافع لي. فاشوف نفسي الحمد لله، اشوف نفسي بكذا مجال، اشوف بالتقديم، اشوف بالفن. المسرحيه اخذت مره افضل ممثل فقره المستثمر، بالتسويق اخر مره اخذت الدرجه كامله، واكثر مره يثنى علينا الملة. فالحمد لله يعني طلعت بكذا مجال. الحاجه بعد الاهم اللي هو الكاميرا، بالبدايات كنت اعتبرها سلاح يعني، كان عيار 50 يرميني كنت اخاف منها. الحين صار الموضوع صرت تتعامل مع اكثر من 60 طبيعي برياحيه. قبل اذا جانا ضيف جيت مثلا بغني ولا بسمع شيء احس بغصه وكتمه بالنفس، توتر. الحين الحمد ترى اللي قاعد تقوله شيء طبيعي، اللي قاعد يقوله عبد الله شيء طبيعي. الحين يعني كاني ببيتنا ولا باستراحه. الموضوع يا سلام. سيف لبيه. والله في اشياء واجد تغيرت فيني